طب ايه هي النفس اصلا يا دكتور؟ كويس. هقول لك الاول، علم النفس ده الناس بتعرفه فيما مضى من عصور ان هو العلم اللي بيدرس السلوك الانساني، كل سلوكيات البشر، علشان يقدر يحدد السلوك ده نابع من ايه، يفسره، ثم يتحكم فيه، ثم يتنبأ بسلوكيات اخرى. الكلام ده انا درسته ودرسته للناس لفتره، وبعدها تمردت عليه ورفضت ان انا اكتفي بيه، واقترحت يعني تعريف تاني اجرائي لعلم النفس مني انا، وبحاول دلوقتي انشره في كل الدول عشان الناس تعي جدا وتستفيد منه اكتر. ان علم النفس هو العلم اللي بيخليك تدرك مدى نجاحك وسعادتك، او مدى شقائك وتعاستك، بقدر معرفتك اللي غيرك ما يعرفوش. تمام. ببساطة شديدة ان انا بخليك تعرفي مجموعة حاجات، لما تعرفيها حياتك هتتغير. اغلب الناس يا ماهر لو بصينا عليهم في حياتنا هتلاقيهم بيقولوا كلام لطيف قوي، اما ان انا مش عارف انجح، او ان انا نجحت بس انا مش مبسوط، او ان انا مش كفء لان انا انجح. اغلب الناس لما بتيجي تساليها اغلب الناس لما بتيجي تساليها ازيك عامل ايه، ايه الاخبار، يقولك انا مش قادر احقق ده، انا مش عارف ابقى مبسوط. يا اما معايا حاجات تبسطني بس انا مش عارف استمتع بيها، يا اما انا معيش حاجه خالص ففاقد الامل في ان انا يبقى معايا حاجه تبسطني. طيب الناس اللي احنا بنقابلهم دول يا دكتور كتير قوي ومتضايقين، وخلينا نقول مثلا تعساء، لان هم بيدوروا على السعاده طول الوقت، هو الواحد انه يكون تعيس سهل قوي كده اكتر من هو يبقى سعيد يعني؟ فليه معظم الناس بتبقى دايما شايفة نفسها مش مبسوطة؟ برافو عليك. في معظم الناس دي في جزء قليل كده من الناس بتلاقيهم دايما مبسوطين حتى لما بتحصل لهم مشاكل. ما يقولكيش انا عندي مشكلة، يقولك انا عندي تحدي، ما يقولكيش انا عندي أزمة، يقولك يعني انا عندي موقف. في ناس ما بتتكلمش تقول لك انا عندي موقف، والامور بتعدي والدنيا ماشية وبينجح وبيبقى مبسوط وبيبسط نفسه وبيبسط اللي حواليه. المجموعة دي من الناس ايه اللي ميزها عن معظم الناس زي ما انت ذكرتي؟ ان هم فهموا ذواتهم. يمكن في السر اللي جاي ان شاء الله لما نتكلم عن فهم الاخر ده هيكمل الكلام اللي بنقوله النهارده. تمام. بصي خلينا عشان نفهم نفسنا كويس واقول لك ازاي تقدري تبقي سعيده، وايه اللي بيخلي معظم الناس مش سعاده، نفهم الاول هو يعني ايه نفس دي وماشيه ازاي. تمام. بصي انا عايز الناس كده تركز معانا بالراحه عشان هم هيسمعوا كلام لاول مره بيسمعوه. طيب. ولكن ان شاء الله يبقى بيفرق في حياتهم، والاول مره يغير حياتهم يعني اكثر مما توقع. اتفضل. احنا عندنا النفس البشريه دي ما يعني مش لوحدها، النفس دي في قبلها جسد وفي بعدها روح. بمعنى الانسان بيتكون من جسد ثم نفس ثم روح. واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين، ادي الجسد، فاذا ما سويته حطيت له نفس ونفخت فيه من روحي بقاله روح فقعوا له ساجدين. سر سجود الملائكة للبشر لآدم وتكريم بني آدم على سائر المخلوقات إنه في نفخة من روح الرحمن اللي هي اسمها إيه؟ الروح. طيب الجسد بيموت ويمرض، النفس بتمرض وتموت، الروح لا تموت. لذلك تلاقي يقولك إيه، فلان ده طلع روحي، فلان ده كلامه من غير روح، فلان ده كلامه ميت. يعني ايه؟ يعني مش واصل لي، مش حاسس بيه. يقول لك فلان ده انا بشوفه قدامي مبتسم انا بطمن، انا بشوف صورته بهدى، انا بسمع صوته بفرح، فلان ده يخش المكان يطفي عليه كده حاله من الهدوء والبهجه. دي اللي احنا بنسميها ايه؟ الروح. لذلك سمي قديما انه علم النفس، وما جبناش سيرة الروح دي خالص، لأن الروح أمر كان محظور إن الناس تتكلم فيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.